ل 40 وحدة صحية اللي هي كل واحدة مسؤولة عن علاج تقريبا 5000 أسرة، يعني تقريبا 20000 مواطن. بحيث ان الوحدة الصحية مع المستشفى مربوطة آليا، وكل طبيب أسرة في الوحدة الصحية مسؤول عن أسرة، كيان أسرة، عن البرنامج العلاجي لأسرة كاملة، هو اللي بيحيل من الوحدة الصحية لحتى المستشفى العام. ده بالإضافة ان الوحدة الصحية دي هتبقى مفتوحة من 8 الصبح حتى 8 بالليل. مين هيستفاد من هذه المنظومة يا فندم؟ اللي هي الأكثر احتياجا، اللي أقل دخلا، الموظف اللي شغال، العامل اللي شغال في مصنع، هم دول هنحس بيهم. يعني دي بشرة كبيرة قوي لأهالي بورسعيد إنه إن شاء الله خير كبير قوي يعني في مجالات مختلفة، بس منها القطاع الصحي تحديدا. أنا بقول لحضرتك النهاردة يمكن الزيارة رقم 6 لمعالي وزير الصحة في أقل من 8 شهور، في أقل من 3 شهور. رقم 6. طب ده ممتاز. إحنا أنا كدوري كمحليات كمحافظة إن أنا بحصر. وبتجيب الاسماء بتاع اهالينا في محافظه بورسعيد عشان احنا هنامن الافراد او المواطنين على الوحده الصحيه، اقرب وحده صحيه ليها. بس الشغل الحقيقي امتى ونقول ان الموضوع احنا بدانا؟ لا يعني انه يتطبق فعلا دلوقتي. 1/7 ان شاء الله، وده ديدلاين 1/7/2018 بدء تطبيق منظومه التامين الصحي. يعني احنا في شهر 2 اهو، احنا في اخر يعني في اخر 2، يعني قدامنا 4 شهور.